السلام عليكم. صباح الفل يا جماعه، عاملين ايه؟ جمعه مباركه عليكم. تمام، ايه الاخبار؟ طمنوني عليكم. طيب دلوقتي هنتكلم كده عن حاجه مهمه جدا، وبكره ان شاء الله اخواتنا المغتربين اللي معاهم موافقه مبادره. تمام، عشان ابقى بشرح لك بس صح. فاخواتنا المغتربين اللي معاهم موافقه مبادره، تمام، هتبسطوا. يعني انا جايب لكم عروض حلوه قوي، لسه بنكمل. المبادره خلصت، مبادره المغتربين خلصت، لكن لسه مستمره للي معاهم موافقه مبادره، فده حاجه كبيره قوي. اعمل شير عشان اللايف ده مهم، وهرد فيه على اسئلتكم دلوقتي. بس الاول هنتكلم عن شويه عروض وشويه حاجات تناسب الناس سواء جوه مصر او بره مصر. تمام، بكره جايب لكم متسوبيشي اكليبس من الامارات، من نيو اوتو 2025 قبل ما تنزل مصر. ولما تيجي تحسب موديل 2025 بعرض السبائك الذهب اللي اتفقنا معاهم عليه، هتلاقيها ارخص من مصر ب 400 و500 الف جنيه. تمام، فاخواتنا اللي معاهم مبادره مغتربين او اللي يقدروا يحصلوا على موافقه من حد قريبهم، يعني معاه موافقه، حتى المصريين جوه مصر، لو ليك حد قريبك مغترب، لو ليك حد صاحبك، تقدر تستفيد من العروض دي. فبكره ان شاء الله هنزل لكم الفئات والعروض، من اول اللي هي الميد اوبشن لحد الفلاج شيب الفور دبليو دي، يعني او الدفع الكلي. تمام، دي نظاره مايسه كده، دي النظاره اللي هي بتاعت ميت دي اللي انا بكلمكم منها دلوقتي، يعني تمام، دي نظاره بتاعت الميت. طيب خلينا بقى نتكلم في حاجه مهمه جدا. لما الاسبوع اللي فات جربت عربيتين مهمين، اتكلمت عن واحده وجربت واحده تانيه، التانيه كنت مجربها زمان. انا ببقى عامل ديل، مثلا بروح لتوكيل اشوف انه قادر يقدم تخفيض كويس، او قادر يدينا عرض كويس، او توكيل معاه عربيه تستحق بغض النظر عن قوه التوكيل ده او ضعفه. انا عشان جوه المطبخ انا بشوف دلوقتي التوكيلات المصريه كلها شبه بعضها، تمام، مش فارقين عن بعض، لا في حاجه اسمها توكيل كبير ولا توكيل صغير ولا كله بلح، يعني الوضع. ولو مش مصدقني اسال ورايا، هتلاقي اكبر واعتى التوكيلات عندها قطعه غيار مثلا مش موجوده بقى لها 8 شهور، وحاجه كريتيكال، حاجه مؤثره، يعني تمام، طنابير، كلتشات فتيس، مش عارف دينامو، مش عارف ايه، قصص كبيره، يعني تيل فرامل بتاخد بيه حق على المطالبه، تمام. فانا بشوف التوكيلات زي بعضها دلوقتي، كله يعاني ازمه، وكله عنده مشكله في الافتر سيل، وكله شبه بعض. فبروح اشوف لك عربيه كويسه مضمونها كويس، التوكيل بتاعها يرضى. فالاسبوع اللي فات كنت قدمت عربيتين، واحده خدتها سافرت بيها مخصوص ممتازه، وواحده تانية انا جربتها من سنه بس كان سعرها زاد شويه ما عجبتنيش. على فكره انا امتلكت اختها الدي اكس 5 سو اس الدي اكس 5، وطلعت قلت بكل صراحه ما حدش يشتريها، تمام، وانا مالك ليها، يعني انا كنت بخسر نفسي. لكن التيجو السو اس دي اكس 8 تستحق، ما هي الجيتور اكس 70 بلس اللي بتشتريها، ومعدل اكس 70 قصدي، ومعدله كمان بفتيس افضل، وهي نفس الشركه ونفس العربيه ونفس البلاتفورم، وشكلها احلى كمان من وجهه نظري يعني. فلما اجيبها لك بمليون 150، تطلع بقى تلاقي هجوم. هجوم على ايه؟ انا راجل دوري ان انا اساعدك، يعني اجيب لك حاجه سعرها كويس. منطقي، وطلع قال لك مفيش قطع غيار وبتاع. خلتني تواصلت مع توكيلها وقلت له اديني لسته بكل قطع الغيار اللي عندك واعمال الصيانات والسمكره. هل انت لما عربيه بتعمل حادثه ما بتصلحهاش؟ اهو اتبعت لي الناس عاملين، يعني خليك معايا كده، بعت لي بي دي افات كامله، تمام، معلش بتحمل بس اهي، بي دي افات كامله بكل قطع الغيار وكل الخصومات عليها وكل التخفيضات، والتوكيل عامل حمله بقاله 3 شهور اساسا 20%. هل معنى كده ان التوكيل ده مخازنه مليانه كل قطع الغيار وكل المسمار؟ لا، مفيش توكيل في مصر دلوقتي، وهو وارد يكون عنده نقص في بعض قطع الغيار، لكن كله زي بعضه يا جماعه. فبرضه لما جبت العربيه الثانيه اللي هي العربيه البستيون التي 55، ممتازه، فين دلوقتي اعلى فئه عربيه فيها كاميرات 360 من صانع محترم صيني زي بيستيون، تمام، اداء كويس، استهلاك بنزين متوسط عشان اكون صريح معاك، مساحات ممتازه، تصميم ممتاز، بمليون 175، فين ده؟ ده ولا البالينو تعرف تجيبها كده دلوقتي.
فانا مش فاهم يعني الناس تطلع تهاجم واحنا جايبين لهم حاجه كويسه ليه؟ مش هتشتريها ولا تناسبك او ما بتحبش تركب الصيني عموما ما تركبهاش. بس والله انا لو املك اجيب لك الماني بمليون مية هجيبه لك يعني. يعني اعمل ايه؟ ليس في الامكان اكتر مما كان. تمام؟ فخلينا نبتدي كده ناخد الاسئله ونرد عليها. اهو بصوا يا جماعه لسته قطع الغيار بتاعت ساو ايست اهي، مفتاح ريموت، فلتر تكييف، فانوس امامي، فانوس خلفي، تيل، طنابير، اكر الباب، كل اكسدام امامي، فلاتر، فلتر هواء، فوانيس شبوره، يعني كل دي قطع غيار اهي. مش فاهم، وارد انه ما يكون ما عندوش قطعه معينه مثلا، اه وارد، ما كل التوكيلات كده دلوقتي، لكن اهي اعمال صيانه وسمكره اهي. كل دي عربيات كانت عامله حوادث عندهم والناس سمكروها ورجعت جديده، عادي يعني، توكيل زي اي توكيل يعني. مفيش ازمه يعني، اهو حوادث اهي وراجعه جديده اهي. قبل وبعد، عنده باب شنطه اهو، عنده اكسدامات ايه بقى اللي حصل؟ مش فاهم يعني. اهي. لا ولا عادي اهو، تمام؟ اهو. كل دي قطع غيار، طب جنط. جنط كامل، طنابير امامي وخلفي، مش فاهم. تمام؟ المهم يلا نبتدي الاسئله. وما تنسوش بكره هنزل لكم العرض بتاع ميتسوبيشي اكليبس موديل 2025 لاصحاب المبادرات واللي معاهم موافقه مبادرات. التوسان الجديده اللي الجير بتاعها كويس، ايه رايك فيها؟ ايه التوسان الجديده اللي الجير بتاعها كويس دي؟ تقصد الكياس بورتاج؟ ايه التوسان الجديده اللي الجير بتاعها كويس؟ ما حصلش حاجه، التوكيل هنا في مصر جاب توسان اول ويل درايف مالهاش 30 لازمه، ان لاين في الكيت بس، الباكج يعني من جوه الفرش الالكنتارا الان لاين والباكج الان لاين من بره، لكن مش موضوع انه جاب عربيه فيها تغيير، نفس الموتور ونفس كل حاجه، ومش عارف هتعمل ايه بالاول ويل درايف على نفس الموتور الاكتع ده، يعني لو الموتور الهايبريد نقول ماشي، تمام؟ استيراد سبورتاج ولا توسان من الصين؟ ولا كده ولا كده، لانك لو استوردتها من الصين هتتبهدل جمارك، هتدفع 67%. هل فورد فوكس تعتبر مقلب؟ استوردها بقى من كوريا. فورد فوكس تعتبر مقلب؟ بص انا كنت نزلت ان عليها عرض كويس، بس حاليا العربيه دي اوت ديتد. بس هم كانوا عاملين عرض كويس قوي. هل فورد مستمره ومكمله في مصر؟ لا. فورد عندها ازمه عالميه. وده يخلينا هون نقول مفيش عربيه مضمونه ومفيش براند مضمون. هو في اتقل من فورد؟ يعني في اتقل من فورد؟ للاسف. هل فورد دلوقتي في العالم كله مايل بنيله؟ مالهاش علاقه يعني، تمام؟ وللاسف يعني. فورد خلاص تلك هي النهايه يعني. سنتا في هايبرد مبادره، ايه رايك؟ وهل قطع غيار؟ لا. بلاش تجيب الهيونداي سنتا في، العربيه دي انا 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 اول واحد جربتها في مصر جت من كوريا، الكوبتان جابوها وادوها لي اجربها. العربيه تصميمها مش عاجبني، العربيه دي عايز تعديلات على الشكل، العربيه دي شكلها مش لطيف يعني. هو هي نسخه من اختها السورينتو، هل السورينتو شكلها مستساغ اكتر؟ اه بصراحه من وجهه نظري، دي وجهه نظري يعني، تمام؟ الله يسلمك حبيبي، تسلم، ربنا يحفظك. رايك في شنجان سي اس 55 بلس؟ كويسه جدا، لكن غبور مش مهتم بشنجان خالص، وده اكبر دليل برضو تاني على ان مش لازم عشان توكيل كبير واخد براند. يعني تقدر تقول لي ان نجاح شنجان وتليها هافال انجح شويه في مصر هو اللي يستحقوه، او هو نجاحهم في دول الخليج؟ لا، لكن هو اهتمامه الاول والاخير بشيري، مش في دماغه التانيين يعني. هل السياز هيقف انتاجها؟ اه مش جايه مصر 2025. هل قيمه مقابل سعر افاتار 12؟ عربيه حلوه قوي 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 قوي، قويه يعني، تحس انها من المستقبل كده. بعد اذنك انزل سبورتاج ولا توسان واجيبها خليجي ولا شرق؟ توسان وسبورتاج دول هناقش مين. انا بميل للسبورتاج شويه، بحس ان فيها روح الاوروبي كده، كيا متاثرين شويه بالستايل الاوروبي في السواقه والتوجيه والكلام ده، رغم ان العربيتين يعتبروا واحد يعني، فانا بميل للسبورتاج شويه. وايروديناميكيه السبورتاج بتخليها استهلاك البنزين افضل سنه. نتفق بقى ونختلف مين شكله احلى مين مش عارف ايه، بس حتى سبورتاج طول عمرها في مصر كعبها عالي على التوسان شويه، على الاكثر مبيعا يعني، تمام؟ بس الاثنين واحد.
لا فرق، وهتعاني من مشكله الفتيس الدراي اللي انا جبتها، اللي انا قلتها اول ما انطلقت الاسبورتاج والتوساد. العربيتين دول يوما ما هيجيبوا كلتشات الفتيس، فلازم تبقى عارف ده. وهل كلتشات الفتيس متوفرين في التوكيل ضمان؟ لا، ساعات بتاخد قائمه انتظار 6 و8 شهور، فلازم تبقى عارف المشكله دي في العربيتين دول رغم ان هم الاكثر مبيعا. ايه رايك يا خيري في كودياك ستايل بلس خليجي؟ هي فيها مشكله دلوقتي انك انت الشكل الجديد او الجيل الجديد الطف جدا، فمش عارف اللي بيشتري الجيل القديم دلوقتي كسبان ولا خسران، رغم ان الجيل القديم ناجح وبيبيع كويس. فتستنى احسن تشوف كده. هو في شهر 11 في الخليج هيطرحوا الجيل الجديد، وعلى فكره العربيه مش مطلوبه في الخليج، فاحتمال يبقى سعرها كويس. افضل عربيه 7 راكب على المبادره، ما هو يعني هم الصيني، السيارات الصينيه هتلاقي التيجو 8، الجي تور مثلا اكس 70 بلس والاكس 90، هتلاقي العربيات الصيني هي اللي منتشره في 7 راكب مع الميتسوبيشي اكسباندر والحاجات دي. بس انا مش عارف انت تقصد ايه، ما في عربيات 7 راكب ضخمه جدا وكبيره جدا، يعني في فولفو اكس سي 90، في جراند شيركي الجديده، في، فانت حدودك لحد فين؟ تمام. رايك في ام جي 1 اللكجري؟ عندي مشكله مع الام جي 1 الفتيس السي في تي، انا مش مقتنع بيه، شايف ان في صينيات اخريات بنفس الثمن افضل الصراحه. الفتيس الدور كلتش مع الصينيين اداؤه افضل، استجابته افضل، فعندي مشكله مع الفتيس السي في تي يعني بصراحه، دي وجهه نظري يعني. تمام، هل انتوا سامعيني يا جماعه؟ سامعيني. ايه رايك في جيتور من حيث اعاده البيع وقطع الغيار، وهل ليها مستقبل ولا؟ جيتور ناجحه من ايام التوكيل القديم، جيتور ناجحه كويس من ايام التوكيل القديم. هل التوكيل الحالي قوي؟ لا، واحد من اضعف توكيلات العربيات الصيني من وجهه نظري. بس العربيه ناجحه، والانتشار بينجح العربيه، يعني ما اقدرش اقول ان الجيتور عربيه مثلا لم تلقى نجاح في مصر، لا ناجحه وموجوده ونزلت مبادره كتير كمان. يعني اعتقد استيراد الجيتور اقوى من مبيعاتها داخل مصر. مثلا عندك الجيتور داشنج رغم التطبيل والعيال السبزجيه وتطلع تصور جنبها ومش عارف ايه وبتاع، ما باعتش كويس في مصر، باعت بس ما باعتش كويس، ما عملتش ضجه. تمام، بس الجيتور مثلا عندها قنابل، عندها تي 2، التي 2 لما تنزل انا عارف انها رغم انها نازله بموتور ما يتركبش، جايه مصر بموتور ما يتركبش، ملوش علاقه بالموتور اللي في الخليج، يعني موتور هيبقى يخلي العربيه دي تتزق وهيبقى استهلاك البنزين كارثي، بس انا واثق ان المصريين كلهم هيجوا يشتروه عشان شكلها. فالجيتور عندها مقومات نجاح كبيره، تصاميم حلوه، الفرع المدلع في شيري، وعلى فكره الجيتور هي ساو ايست. تمام، تعرف ان ساو ايست عندها نفس موديلات جيتور، وهيحصل مفاجاه قريب المفروض بيتم الاتفاق عليها دلوقتي يعني. تمام، هنشوف، خلينا ما نحرقش الاحداث. طب ايه راي حضرتك في الميتسوبيشي الاكليبس موديل 2025؟ ميتسوبيشي اكليبس عربيه ناجحه جدا لما تجيبها من بره مصر بسعر كويس، اقل من مصر ب 400-500 ألف جنيه، عشان هي مش منافس قوي، مش عشان هي وحشه، هي عربيه محترمه جدا، وانا من الناس اللي جربوها زمان واعجبوا بيها حتى في الجيل القديم كاداء، بالذات النسخه الاول ويل السوبر اول ويل كنترول الدفع الكلي، ثباتها ممتاز، عزلها مش احسن حاجه، خاماتها مش احسن حاجه، مساحتها مش احسن حاجه، لكن العربيه كان ادائها كويس قوي وتكييفها كويس قوي واستهلاكها البنزين مقبول جدا، عربية محترمة. بس هل هي اشيك عربية في جنب الاوبل جراند لاند مثلا، جنب الرينو استرال، جنب، لا مش قوي يعني. تمام، فيبقى تجيبها بسعر كويس، فهي اكبر، انا عايز اقول لك ان مثلا مصر في الست شهور اللي فاتوا نزلها اكتر من 1000 عربية، التوكيل بايع بس 180 اكليبس، دي بارقام يعني، الباقي كله استرات. تمام، فيعني ويمكن على ايدي، فلا هي تجيبها من بره مصر. رايك في الكورولا مبادره واجيبها من فين؟ لو حضرتك تشرح مجانا هينزل شكل كورولا مبادره، يعني عربيه مش محتاجه تجيبها مبادره، يعني ايه الكورولا مبادره دي؟ مفيش اي عباره عن طاستين ومنافلتين ومرش بتحط المفتاح فيه الدور، مش محتاجه حاجه يعني، ليه تجيبها مبادره يعني؟ ليه تجيبها من بره؟ هاتها من اي حته واركبها، مش مستاهله الكورولا دي خالص. انتوا لسه بتشتروا كورولا يا جماعه؟ طب هما بيشتروها بقى عشان رخيصه حلوه، انتوا بتشتروها هنا ليه؟ مش فاهم بتديك ايه الكورولا دي هنا يعني؟ بتشتريها بمليون 900 ومليون 950، بتشتريها ليه؟ بتعمل ايه دي؟ رايك في كولبي؟ كولبي عربيه محترمه، عربيه كويسه قوي وناجحه وليها توكيلين كبار،
سواء الغانم اوتوموبيليتي ولا من قبله ابو غالي يعني منتشر وتوكيل ناجح، واحد من البراندات الصيني اللي ناجحه ومقاومات نجاحها كبير. ايه رايك في بيجو 408 واعتماديه بيجو عموما؟ بيجو 408 عربيه تصميمها ممتاز جميله جدا، اعتماديه بيجو للاسف طول ما هم لسه بيقدموا الموتور البرنس ده نقدر نقول ان وارد في اي وقت يحصل لك تبخير الزيت اللي مش لطيف، وده ملاكها بيتغلبوا عليه بتغيير زيت غير موبل الاخضر بتاع الوكيل يعني. فالعربيه كويسه. كودياك الشكل الجديد نازله مصر؟ اه نازله مصر، والكوبرا نازله مصر بالشكل الجديد، اعتقد هيجوا مطلع العام الجديد يعني. تمام. حد هو بيقول ما حدش يجيب سيره الكورولا ما تعصبوش. انا مش فاهم، انا مش فاهم ليه تسالني في 2024 عن كورولا داخل مصر ليه؟ لو انت حد خليجي مثلا بتجيبها بتروح تجيبها ب 67000 ريال بتاع، تروح تجيبها تجيب بيها الخضار، انما انت مواطن جوه مصر شقيان وتعبان في فلوسك، ليه بقى تركب المنافله دي؟ انا مش فاهمك يعني. ليه تركبها ب 2 مليون جنيه؟ ليه انت بتستفيد ايه يعني؟ ده ال 2 مليون جنيه دول يجيبوا لك حاجات حلوه يا راجل. اوكتافيا يا راجل، ده يجيبوا لك اكورد مستعمله كسر زيرو، يجيبوا حاجات كتيره قوي يعني. تمام. يجيبوا بجو 3008 مستعمل وتوفر لك 200000 جنيه، يجيبوا حاجات كتير قوي يا راجل انت، يجيبوا حتى تسانوس سبورتاج اللي انتوا بتحبوهم، يجيبوا اي حاجه. انت بتركب كورولا ليه؟ انت بتركب كورولا ليه؟ انت بتشوف ايه انت؟ بالكاسيت اللي هو بينور زي الساعه الجي شوك ده زمان، فاكر زمان قبل ما ننام كنا نجيب الساعه الجي شوك دي ونفرح في العيد بالليل ونقعد ننورها ازرق كده. ايه الاوبشن اللي انت واخده من كورولا ده؟ ايه اللي انت بتعمله؟ تيجي تحط النقله، قصدي توصل الثالث تسمع بتنعر عشان توصل لسرعه 180، انت بتعمل ايه انت بيها؟ مش فاهمك انا. كل دي ما تركب يا عم تتبسط، انت هتعيش مره واحده. الاكورد الشكل الجديد ايه رايك؟ ممتازه، لكن عندنا شك كبير جدا جدا ان الوكيل يجيبها، فقد تعاني. الكول ريل فيس ليفت ممكن تجربها في فيديو؟ عايز اجربها. اه جميله، عربيه حلوه قوي قوي. بس انا بميل للجي اي سي الام زوم. يعني العربيه دي معايا بقى لها سنه وتجربه محترمه الصراحه. انا قبل كده امتلكت عربيه صيني الساو اس دي اكس 5، قلت اوعوا حد يشتريها. المره دي ما انا الجي اي سي الام زوم ومعرفش بيوصل حواليها هبد رهيب. يا جماعه اوعوا تمشوا ورا تجربه 10 دقائق، دي اسمها انطباعات. انا راجل مالك العربيه بقالي سنه وشفت حاجات كارثيه بتتقال عن العربيه لمجرد ان حد ركبها 10 دقائق وتمشى بيها. تمام. فاوعوا تمشوا ورا تجربه 10 دقائق، كل ده هبد مش حكم على العربيه خالص. تمام. اكليبس كروس متى صدرت وهل في تطور في الموديلات؟ صدرت من زمان اكليبس كروس، انا اعتقد اول موديل ليها كان في مش فاكر 2018 ولا مش فاكر، بس صدرت من زمان ولا 17 ولا مش فاكر. بس العربيه دلوقتي ليها فيس ليفت شكل جديد، والعربيه كويس، موتور بيخرج قدره كويسه، يعيبها بس الفتيس السي في تي، بس على فكره مش مؤثر على الاداء. العربيه دي اكسلريشن في حدود الثمان ثواني، يعني قدره كويسه للعربيه. النيوتن متر عزم كويس وبيطلع بدري، عربيه ادائها كويس الصراحه. عربيات الجاك كويسه، الجاك انا ما يعني انا الجاك ما يعني عربيات مقبوله، لكن لو بتسال على الجي اي سي ماشي، لكن الجاك اللي هي مع الاسراوي دي مع عربيات معقوله، ليست افضل البراندات الصينيه. رايك سنترا ولا سياز؟ العربيتين شبيهين ببعض كده، اداء وتقفيل وكل حاجه وبتاع، يمكن السنترا اوسع شويه، لكن العربيتين شبيهين ببعض. رايك في كيا كي 3 وارد كوريا في سي في تي؟ كويسه قوي، بس الفتيس احيانا بعض الناس تعاني في ايجاد زيته. بس العربيه كباكج مصر ما شافتهاش هنا قبل كده. مصر فعلا ما شافتش الباكج دي قبل كده في عربيات كيا. اللينك يبقى اسيست والشحن الوايرلس ومجموعه الاداس كامله ودلع وبتاع، والانتيريور الالوان الغريبه اللي ما جاتلهاش مصر قبل كده في عربيات كويسه. دي كامله يعني. ستوين سي ال زي عربيه اوت ديتد قوي، ما ينفعش تفكر فيها في 2024. تيجو 7 برو ولا سانج يانج اكس ال في؟ لا هميل للسانج يانج اكس ال في. انا بتكلم اني اجيب كورولا خليجي من المبادره ورينج سعرها حوالي 65000 درهم، هي مبادرتها عاليه، فانت برضو هتكسر المليون،
هي مبادرة الكورولا مش قليلة، فانت هتكسب المليون برضو. فيعني عندك خيارات تانية افضل بال 65 الف درهم دول. دول يجيبوا ده انا كنت جايب اكليبس ال 63 الف درهم ومبادرتها 4000. ده في ناس فازت يا لهوي الحمد لله. ده يمكن دعوات الناس دي والله هي اللي مكملة علينا. بس ده انا كنت جايب اكليبس 2024 ميد اوبشن فيها جنط يعني وشاشه وبتاع ب 63 الف درهم. انا متسوبيشي اكسباندا رايك فيها ايه؟ عربيه كويسه على قد اللي المفروض تعمله، ال 103 حصان، العربيات التقفيل الاندونيسي دي البسيطه على قد اللي هي المفروض تعمله يعني، ليست افضل السيارات السيفن سيتس ولكنها من براند يعني المصريين بيثقوا فيه وفي ريحه الياباني كده والدنيا تمام. هوندا سي ار في عربيه محترمه قوي لكن مظلومه في مصر. مظلومه يمكن بسبب اداء توكيلها. الناس محترمين وفيهم ناس اصدقاء يعني توكيلها وعلى راسنا من فوق، بس الاداء ضعيف قوي. يمكن مجموعه الفوتين مش مهتمه بهوندا خالص في مصر ودي كارثه. معرفش ليه براند محترم زي ده يعني الواحد بيعتبره فيه روح الالماني كده بتاعت الياباني. معرفش ليه الاهمال ده في قطع غيار وفي توافق العربيات رغم ان هوندا دي كان ليها باع في مصر رهيب. ايه رايك خايف كده كارنز انزلها مصر مبادره ولا لا؟ ما تنزلهاش مصر مبادره. كده كارنز مش جايه مصر بشكل رسمي. ما تنزلهاش مصر مبادره، ما تجيبهاش. ام زوم ولا بايك اكس 55 ولا جيلي كول واي؟ بايك ام زوم. يعني ليها معرفش انا جربت البايك اكس 55 حلوه بس ما اقدرش اقول ليها ايه لاني ما جربتش الجيلي كول واي الجديده. انا جربت القديمه وكانت ممتازه حتى الثلاثه سلندر. حتى واحده من العربيات اللي بقول لك ثلاثه سلندر فاجئتنا ما فيهاش مشاكل. اريزو الجديده نازله مصر امتى؟ مش جايه مصر. جيري ستاري لسه ملهاش انتشار. تمنها معطلها شويه وده اللي قلناه حتى لما خدناها من الوكيل وجربناها في ريفيو. صعب شويه ان الناس تتقبل حتى لو عربيه فلاكشيب وهاي اند زي الستاري بتبقى ب 2 مليون جنيه. صعب شويه لسه سيكا على الصيني كده في 2 مليون جنيه دي بالذات البنزين. الكهرباء لا طبعا عندهم عربيات الدفع فيها 2 و3 وعادي الدنيا تمام، لكن البنزين حاجز ال 2 مليون هياخد وقت شويه مع المصريين. رينو استوال عربيه محترمه بس عليها اوفر برايس غير مقبول دلوقتي وخصوصا اعاده بيع رينو مش لطيفه. فما تحطليش اوفر برايس يتخطى ال 100 وال 150 الف جنيه على عربيه لما اجي ابيعها هخسر معروفه يعني. رينو كاجار ليه غير متاح في الخليج؟ تقصد رينو استورال او رينو عموما متاح ورينو ليها توكيل في السعوديه لكن رينو ليست من البراندات المحببه في السعوديه. فولكس فاجن ليست من البراندات المحببه مثلا في الخليج كله. سكودا ليست من البراندات المحببه في الخليج كله. رينو الفرنساوي عموما بيجو ما بيركبوش ده. مرسيدس مش اوائل العربيات اللي بيركبوها. بي ام دبليو مش اوائل العربيات اللي بيركبوها. اخواتنا في الخليج ليهم دماغ اخرى يميلوا ناحيه الليكزس وانفينيتي والعربيات الثانيه من اليابانيه اللي هي الفروع الفخمه تمام. ويميلوا ناحيه الياباني عموما والكوري وحتى دلوقتي دخل الصيني عنده اكتسح فئه معينه بتركب الستات اللي بقى معاها رخصه وبتسوق والشباب وكل اسره ممكن يبقى فيها سياره صينيه لكن هم مش محبين الاوروبي عموما بيقلقوا منه بيقولوا عليه قليل الاعتماديه. ايه افضل اس يو في مبادره اعتماديه واداء؟ اديني سعر ما ينفعش تسيبها لي مفتوحه. قشقاي 2022 لو سمحت ايه رايك فيها يا خيري؟ بلاش الجيل القديم من قشقاي مليان مشاكل. الجيل القديم من قشقاي مليان مشاكل. الفتيس السي في تي كان سيء جدا. نسخه الفتيس السي في تي في قشقاي الموتور كان صعب جدا. ال 1200 التربو القديم النسخه القديمه. رايك في اداء توكيل جي اي سي؟ ما يعني ما شفتش منه مشكله. العربيه معايا بقى لها سنه رحت عملت صيانتين الناس تمام يعني. كان عندي مشكله ان الريجن هنا ما بيقبلش الاكزوست سيستم اللي بينزل فيها بتنزل مقفوله مش كل الدول مسموح فيها. فتحوها لي بالسوفت وير والدنيا تمام يعني ما قابلتش مشاكل معاهم. اللي طلبته حصل ما واجهتش مشكله الحمد لله وتمام الدنيا تمام. تيجو 7 تيجو 7 والعربيات التجميع غبون ما بحبهاش انا دي وجهه نظري ما بحبهاش. تسلم ايدين كل عامل مصري طبعا بس انا ما بحبهاش. بيجو 408 ما انا اتكلمت عنها.
الانباء واعاده بيعه في السوق هتكون ايه بحجم مبيعاته قليله للاسف. لازم تكون مقتنع ان الصيني كله اعاده بيعه مش الالطف، بس مستوى شرائه جيد دلوقتي لما السوق يتخطى ال 33. يا جماعه ادوا فرصه شويه للصيني. الصيني تطور من 4-5 سنين كده تطور مذهل، تمام؟ ادوا فرصه شويه انه يقدم في الاسواق، ان الاجيال الجديده اللي تطورت دي تقدم. ما تخليش حكمك على 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 تجارب مسبقه وعلى 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 حس سمعي يعني، تمام؟ في تغير شديد. الصيني هيجي وجاي جاي، ومستحوذ على اكتر من 38% من مبيعات السوق، اكتر من ثلث السوق. فهو جاي، تطور، في تطور شديد. زي ما اديته فرصه للياباني في اوائل الثمانينات، واديته فرصه للكوري في اوائل التسعينات واواخر الثمانينات. ادي فرصه للصيني يقدم شويه في الاسواق. هيتغير مستوى اعاده بيعه، هيتغير مستوى خدمته، هيتغير مستوى ادائه. ادي فرصه. ستوين سي 5 نجاحها كان كويس قوي، وعربيه جميله، لكن الشكوى من توكيلها وادائه في خدمات ما بعد البيع، والشكوى كمان من اعاده بيعها الضعيفه، خلتها مش من اوائل العربيات القويه في الفئه. يعني بقالها كتير قوي الستوين سي 5 ما خدتش مركز في المبيعات. طبعا سبورتاج وتوسان، وجد دلوقتي بعدهم السانج يانج او الكي جي ام توريس، استحوذوا على المبيعات كلها في الفئه دي، وتجوان طبعا و و و يعني مش من العربيات الاولى في المبيعات في الفئه دي الستوين السي 5، لكن عربيه كويسه. تسلمي يا استاذ زينب، ربنا يبارك فيك. رايك في توسان 2024 سعر مقابل قيمه، على العلم ان مواصفات الشركه مالها؟ مواصفات الشركه الاوسط، ما هي اللي بتجن مواصفات الشركه الاوسط، ما اللي بتجن مواصفات الشركه الاوسط مالها؟ كويسه طبعا. محتار بين اكس باند وجيتور اكس 70 وتيجو 8، يعني ما عايز الاسم اللي كده دارج والناس نزلته كتير من بره. الاكس باند عايز الجيتور الاكس 70 ولا التيجو 8؟ اعتقد التيجو 8 هيكون توفرها وانتشارها افضل يعني. توريس ولا توسان؟ لا توريس. طب بديل سي ال زي؟ بص على البايك اليو 5 بلس، وما تقلقش انها صيني، هي افضل من الاليزير بكتير. هوندا زد ار في كنت من اوائل الناس اللي جربوها، عربيه كويسه قوي جميله قوي، بس مش هيبقى ليها حظ. مستوى انتشارها مش هيبقى قوي، والثمن اللي بتيجي بيه من بره مقارب لعربيات اكبر منها حجما وفئه. بس عربيه كويسه. كودياك ولا سورينتو يا غالي؟ سورينتو حبيبي. جيتور اكس 70 بلس كويسه ونجحت وشكلها كويس، شكلها مقبول على العربيه 7 سيتس. طيب شكرا، احنا طولنا كده معاكم، تخطينا اهو قربنا من نص ساعه. شكرا، وما تنسوش بكره هنزل لكم العرض من الخليج لاخواتنا اللي معاهم موافقه مبادره، او يعرفوا حد معاه موافقه مبادره، على العربيات الميتسوبيشي اكليبس ال 2025. شكرا، ولو عندك سؤال عيد اللايف تاني واتفرج عليه وهتلاقي إجابة على سؤالك إن شاء الله. ميعادنا الجمعة الجاية في نفس الميعاد الساعة 5 عصر إن شاء الله، إن أحيانا ربنا.